هي يا نهار اسود. ده امي بتكلم واحد في التليفون. نروح نقول لها بقى امي بتخونك يا نهار اسود. زي ما انت. ده انا بحبك والله. لا لا ما حدش سمع حاجه. لا انا دلوقتي شفت امي بتكلم واحد. نروح نقول لابويا ويخرب عليا. الحلح يا بابا. فين ابن النكس؟ فين يا انا؟ الحلح انت عارف؟ شفت امي بتكلم واحد دلوقتي في التليفون في الاوضه اللي هناك دي؟ بتقول له يا حبيبي. بتتكلم جد يا والله؟ والله بتكلم بجد. انا مش هصدقك يا ابن النكس، انا مش مصدقك. والله ما بهزر يا ابا. طب انت بتشتمني ليه؟ طب تعالى تعالى وانت هتشوف. مشي قدامي يا ابن النكس، ما اشوف النكسه دي. مشي. تعالى ورايا. في الاوضه دي يا ابن النكس. والله دي. مشي مشي. يا بنت النكسه. انا عين امي. ايوه حبيبي وحشتني والله. قفشتك يا بنت النكسه بتخونيني؟ يا لهوي بخونك يا راجل يا عبيط انت. ايوه انت بتخونيني الولا قال لي انت بتخونيني. بتكلمي واحد بتقول له يا حبيبي. ده انت راجل جوري يا صاحبي. تصدقي الولا ده اخويا وخد شو. انا اروح اطلع عين امه من النكسه ده. خد يا ابن النكسه تعالى.